للصالح العام بتاعنا والمفردات. فالنقطة دي يمكن اتكلمنا فيها بوضوح مع اللجنة الأولمبية، وأكيد كمان كل اللي موجودين في اللجنة الأولمبية، احنا مش مستوردين حد من الغرب يدير اللجنة الأولمبية، كل اللي موجودين وطنيين وهم وطنيين يعني. فبالتالي الصالح العام اتفقنا ان هو اللي يحكمنا كلنا، وأكيد الاتحادات الرياضية في عملها الفني واللجنة الأولمبية في عملها الفني ده مش شغلنا، بدليل ان احنا لما بنقول احترافيا اللاعبين اللي هيمثلوا والاخر باخد ده منهم يعني، من اللجنه الاولمبيه بتقول والله ده اللي مؤهل وده اللي مش مؤهل، انا بشوف شكل الرعايه والدعم عامل ازاي يبقى خلاص، وان انا بقول ان علم مصر لازم يترفع فبتابع ده، وان هو يكون شكل مصر بالشكل اللائق في كل حاجه، ده دوري انا كمان. فده يمكن مفرد اجتماعنا مع اللجنه الاولمبيه اللي فات يعني. احنا مش بنتدخل في صراع سلطات، لكن دايما بنشوف صالح البلد فين يعني. انا دوري يعني كعمل محترف وزير للرياضه هو ان انا اشوف تاثير الرياضه على الوطن وتاثير الوطن على الرياضه، وكمان اسم مصر وعلم مصر وترنج مصر وفلنه مصر هي اللي بتكون موجوده، فانا لازم احافظ على هذا الكيان وهذا الشكل وليس متصارع للسلطه، وبنشوف القيم العادله في كل حاجه. ايه الأزمة محمد صلاح؟ طبعا كان لازم يتدخل فيها، والحمد لله يعني يوم بعد يوم بتأكد محمد صلاح ده قيمة كبيرة جدا وقيمة يحافظ عليها، لأن لو صرفنا أموال كتيرة جدا على الترويج السياحي لبلدنا محمد صلاح بيعمل ده من غير ما نصرف حاجة. فطبعا كان دوري أن أنا أربط الفهم والعلاقة ما بين اللاعب ووكيله والاتحاد، وده حصل. في جزء أخير هي بس تفصيل الحقوق بالضبط، الحقوق الجماعية لمنتخب لاعب في منتخب، والحقوق الفردية اللي موجودة بتاعت محمد، وده هما بعتوا حاجات بعتها للاتحاد والاتحاد بيراجعها، والمفروض يقعدوا مع الوكيل يعني فيها. أكيد إحنا لازم نهتم بالاتحادات الأفريقية داخل مصر، وكل الاتحادات الأفريقية ده شيء مهم، وده دور السؤال اللي اتسألت فيه على الدور الأفريقي. فمن ضمن الأدوار بتاعتنا إحنا نهيئ المناخ الجيد للاتحادات الأفريقية داخل مصر. الحقيقة زودنا الدعم السنة دي لكل الاتحادات، دعوة السنة مش كبير بس زودناه. كمان بنعيد مع وزارة الخارجية حاجة اسمها اتفاقية المقر. اتفاقية المقر إن هي تعطي سلطات، مش سلطات، تعطي اختصاصات وميز للاتحادات الأفريقية زي الدبلوماسيين في مصر شوية، ده بنعمله. وكمان خصصنا مع مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء يعني وافق عليها إن احنا نخصص أرض للاتحاد الافريقي يعمل فيه حجم مشروعات لي كاتحاد افريقي عشان يكون موجود في مصر، وده دورنا ان احنا نعمله زي بالظبط ان احنا لا نصارع السلطات ولكن نؤمن دور مصر في الرياضه المصريه.